انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، واللي بيعتبر أول مهرجان سينمائي من نوعه تحت شعار سينما من أجل العدالة المناخية. الهدف هو نشر الوعي البيئي بمشاركة 30 فيلم من 4 دول. معانا على الهاتف الأستاذة نور حازم، منسق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، عشان تعرف منها على تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو تعرفينا أكتر على طبيعة الأفلام اللي بتركز عليها الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء. صباح النور، ازيكم؟ مبسوطة قوي ان انا معاكم. بالنسبة للمهرجان فهو بيركز في الدورة دي عن موضوع التحول العادل. فموضوع التحول العادل يمكن مش ناس كتير تعرف ايه التحول العادل بخصوص البيئة. فبالتالي حسينا ان الفن والسينما من اهم الوسائل ومن اسهل وسائل الناس تقدر تفهم عن الموضوع ده. فالافلام اللي مشاركه معانا من كذا دوله مش بس من مصر، في افلام مشاركه من الجزائر، من المغرب، وكمان من العراق. بيركزوا بيسلطوا الضوء على ازاي ان في فئات معينه في المجتمع مهمشه وهتتاثر بشكل كبير بسبب التغير المناخي، وازاي ان الفئات دي محتاجين ناخدها معانا واحنا بنحمل تحول للصناعات او الاشغال الخضراء او القطاعات الخضراء. طيب ازاي يا فندم بيتم اختيار الافلام اللي بتشارك في هذا المهرجان؟ الافلام بيتم اختيارها من خلال 3 كرايتيريا اساسيه او 3 معايير اساسيه. المعيار السينمائي، وعندنا الجادج معانا استاذ احمد نبيل، هو مخاطر وكمان شغال بيدير سينما الحد في مكتبه اسكندريه. والمعيار الثاني هو المعيار الاجتماعي، الرساله الاجتماعيه بتاعه الفيلم. والجدس بتاعتنا في أستاذة ياسمين حسين، وهي باحثة اجتماعية في مركز الإنسان والمدينة. وآخر معيار طبعا هو المعيار البيئي، هل هو بيغطي القضايا البيئية بشكل موضوعي، هل بيسلط الضوء على المجتمعات المهمشة وتأثير التغير المناخي عليها، هل هو بيستخدم معلومات برضو دقيقة. والأكسبرت معنا أو الخبيرة اللي بتحكم على ده هي أستاذة بسنت مريخة، هي PhD candidate في جامعة ألمانيا في موضوع الواتر إفيشنسي، وكمان هي عندها هير أون ستارت أب اسمها ماون، بتشتغل برضو على كفاءة المياه في البيلدينج. طب هل من الضروري إن الفيلم يقدم حل في النهاية لهذه المشكلة؟ لا مش بالضرورة. احنا عندنا أفلام بتسلط الضوء على المشكلة بحيث إن هي انسباير او تخلي تلهم الناس ان هي تفكر في حلول، وافلام بتقدم حلول. طب ليه احنا ما خليناش الكرايتيريا بس تقديم الحلول؟ لان موضوع التغير المناخي والمشكلات عامه المتعلقه بالعداله المناخيه والتحول العادل ملهاش حل زي ما بيقولوا وان سايز فيتس اول. هي مشكله كبيره ومحتاجه تسليط الضوء على المشكلة، وفي نفس الوقت لو في حلول نسلط الضوء عليها ونشوف إمكانية تكرارها مش بس في مصر بس كذا دولة عربية. التوعية، يعني التوعية بشكل عام. طيب أستاذة نور، خليني أعرف من حضرتك، إحنا معنا 30 فيلم من 4 دول، إيه هي الـ4 دول؟ مصر والجزائر والمغرب والعراق. وإزاي توصلتوا، يعني إزاي توصلتوا مع هذه الدول عشان تقدر تشارك بأفلامها معنا في المهرجان، خاصة إنها النسخة الأولى؟ هو احنا في بنلاستيك الحمد لله عندنا نتورك قويه، بموجب ان احنا شغالين بقالنا فتره بنشتغل مع دول عربيه ثانيه، عندنا بارتنرز في دول عربيه ثانيه، وعندنا بارتنرز في نتوركس كبيره زي مثلا نتوركس فيها علاقه ب انالين فاونديشن وجرين بيس. فكل كل النتوركس دي عندهم مشاركين في كذا دوله وكذا هيئه يعني، فالابلكيشن تم مشاركتها يعني معاهم، والناس الحمد لله قدمت من كذا دوله. طيب هل في نيه لانه المهرجان ده ينظم بشكل سنوي في نفس التوقيت من كل عام؟ ايوه دي حقيقه. احنا ده الحلم، ان احنا يبقى المهرجان بيتم تكراره اكتر من مره، ويكون في كمان تعاون مع مهرجانات ثانيه، وبرضه نوسع من نطاق الدول المشاركه، تبقى اكتر كمان في دول اكتر من حوض البحر المتوسط مشاركه معانا، لان احنا كبنلاستيك برضه بنركز على دول. طب هل بقت الدول يا فندم المشاركه بتنظم مثل هكذا مهرجانات؟
للأسف يعني على حد علمنا ما فيش مهرجان بنفس يعني متخصص بس في البيئة. يمكن دي تكون زي صدق لينا عظيم. على حد علمي برضو. فما فيش يعني حاجة بتركز بس على السينما الخضراء، يعني يمكن المهرجانات تبقى نظرتها شاملة أكتر. طب أستاذة نور، بما أنه الهدف الأول والأكبر هو التوعية بهذا الملف تحديدا او هذا الموضوع تحديدا، هل الافلام دي متاحه للجمهور؟ يعني هل الافلام دي ممكن الجمهور يشوفها او بتعرض فين او في مواعيد ليها معلنه؟ هو بالنسبه لعرض الافلام طبعا هو الدوره ابتدت اول امبارح والنهارده اليوم الختامي، وكان كل الايام دي في عرض افلام وكانت متاحه لكل الجمهور، ما كانش الدعوه ما كانتش اكسكلوسيف خالص، كنا فاتحينها لكل الناس انها تقدر تحضر. بالنسبة للخطط المستقبلية إن شاء الله، إحنا في بنلاستيك كده كده من قبل المهرجان كنا بنعمل حاجة اسمها سينما خضراء، فكنا بنعمل عروض مع مراكز ثقافية للأفلام الخضراء، بس الأفلام دي كانت أغلبها مترجمة مش برودكشن باللغة العربية بشكل أولي، وكمان مش برودكشن من إحنا في بنلاستيك عملنا ورشة وفي شباب منهم طلعوا منها مخرجات شاركت معانا في المهرجان برضه. فاحنا ناويين ان شاء الله في السينما الخضراء تكمل ما بين المهرجان الدوره الاولى والدوره الثانيه، لسه بنعرض في الافلام دي بحيث ان اكثر عدد من الناس توصل لهم، بس برضه طبعا بالكونسنت بتاع المشاركين. اكيد طبعا. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذه نور حازم منسق مهرجان الاسكندريه للسينما الخضراء، شكرا جزيلا لحضرتك.